انت تدري استاذ بنزيما، انا ذاك اليوم اطلعت على فايد عندنا وقت مو على فايل تدريب الشرطة العراقية اللي كان يدزوها للأردن، تتذكر؟ نعم. باعتبار احنا ما عندنا مدربين، الشرطي كلفنا بالسبوع من 6 إلى 7 دفاتر. شنو شو يسوي لك؟ تدربونه. 6 دفاتر وين هاي؟ بالأردن الشرطي الواحد، ودينا آلاف الشرطة، والألطف من هاي الشرطة اللي يدسهم يتدربون يودوهم على طريق ديالة يلزموهم يذبحوهم. لا فليساتنا ولا شرطتنا. والأضرب من هاي عقد الهامارات اللي ذكرته أنا أكثر من مرة، سوينا عقد لتصفيح الهامارات واتفقنا ويا شركة بتركيا زين، وطيناها فلوس كاملة. ورا فترة رحنا ما لقوا لا الشركة ولا البناية، ما كلها مختفي، حتى لافتة شايلية تركيا. اي ايش قطيتوهم؟ ما أدري سر فلوس ايش قط. فاجوا سووا الوزير وزع الهامارات على الوحدات الفعالة، صفحوهن، ما وزعهن بالكتب. استاذ نجم انت امر لواء هاي 5 هامارات، ذاك امر ما ادري شنو، على اساس تصفح، على اساس استلم الاخ، على اساس استلم وصفح. واضح عنده؟ هو ما مستلم ولا مصفح، وزعهن على الورق. صارت حادثة بالعراق، سقطوهن، احترقن كله. هذا بلد هذا؟ لك انتم شنو ما تستعون ما تخجلون؟ يعني انت تجي تقول لي انا عراقي وعندي وطنيه؟ انا هاي الملفات انت من زمان، يعني هاي احنا الملفات صار لنا 15 سنه. اي بس ما شفنا ديناصور خلف القضبان، ما ديناصور ولا شفنا ابن ديناصور يتحاسب، احنا مو ولا شفنا واحد عليه علامه داله او شبهه، احنا واضح هاي يتحاسب. احنا علينا اللهم ربي اشهد، اللهم ربي اني قد بلغت، هاي بوظائفنا اللي احنا نؤمن بها ونتحمل المسؤولية بالحديث، لأنه نقف أمام ما فيها.